أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل النحو في الكلام منزلة الملح في الطعام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتحلق اليوم حول شرح الحريري على ملحتي. وكالعادة أن نقدم مقدمة لكل كتاب نقبل على شرحه، ومقدمتنا هذه ذات ثلاث شعب. الشعبة الأولى حديث عن المملح، والمملح هو الذي قدم الملح. الشعبة الثانية حديث عن الملح، وهي المقدمة المختصرة التي قدمها الإمام الحريري. الشعبة الثالثة حديث عن الشروح التي وضعت على الملح. فنبدأ بالشعبة الأولى، وهي حديث عن المملح، عن صاحب الملح، عن الحريري. من هو؟ هو أبو محمد، هذا كنيته، واسمه القاسم، واسم والده علي. الحريري البصري الحرمي الشافعي. الحريري نسبة إلى الحرير، لأنه كان مشتغل بصناعة الحرير قبل أن ينصرف إلى مجالس العلم. البصري نسبة إلى البصرة، لأنه ولد في قرية من قرى البصرة تسمى المشان على وزن السهام بفتح الميم وبالنون مخففة، المشان. ولد في قرية من قرى البصرة تسمى المشان على وزن السهام، وخرج من هذه القرية إلى البصرة. إذن نسب إلى البصرة لأنه ولد في قرية من قرى البصرة، ولأنه عندما خرج من هذه القرية استوطن وسكن البصرة. الحرامي نسبة إلى بني حرام، لأنه عندما سكن البصرة سكن في محلة من محال البصرة تسمى محلة بني حرام، فنسب إلى هذه القبيلة، وهو ليس منها، وهي قبيلة عربية. الشافعي لأنه كان يتفقه على مذهب الإمام الشافعي، كان يتعبد على مذهبه. ونجد هذا نجد إشارة إلى ذلك في الملحة، في قوله واجلده في الخمر 40 جلدة، واجلده في الخمر 40 جلدة، بنقل بحذف الهمزة، واجلده في الخمر 40 جلدة. وهذا لمذهب الإمام الشافعي، مما خالف فيه الشافعية مشايخهم المالكية. ولد الحريري سنة 46 من الهجرة،
في هذه القرية التي تسمى المشال، يعني في منتصف القرن الخامس الهجري. وخرج من المشال إلى البصرة ليتلقى العلم عن علمائها، وإلى بغداد ليتلقف الفنون عن مشايخها، وأخذ العلماء كثيرين، منهم أبو القاسم الفضل ابن محمد القصباني نسبة إلى القصب، لأنه كان يبيع القصب، هذا من شيوخه، وهو يذكره في شرح الملحة. مثلا في الملحة في جمع التفسير ماذا يقول؟ وكل ما أصل من الجموع كالأسط والأبيات والربوع، فهو نظير الفرض في الإعراب. فهو هنا لا يذكر لنا أبنية جمع التفسير، ويقول بأن شيخه أبا القاسم كان يذكر لهم بأن ألسنة العامة فسدت إلا في نوعين، في الجمع وفي التصغير، ولذلك لم يضمن الملحة حديثا عن أبنية جمع تكسير. ومن شيوخه أبو إسحاق الشيرازي، هو فقيه من فقهاء المذهب الشافعي، له كتاب في الأصول يسمى اللمع، وكتب شرحا عليه، وله كتاب في الفروع يسمى المهذب، خدمه الإمام النووي خدمة جليلة في شرح يسمى المجموع، وترجم له في صدر الشرح ترجمة وافية. أخذ عنه الحريري، وأخذ كذلك عن أبي الحسن علي المجاشعي، هذا كان أمة في التفسير، له كتاب في التفسير في 20 مجلدا، وله في الأدب كتاب يسمى إكسير الذهب، إكسير الذهب في 5 مجلدات. إذن الحريري ظهر في عصر كان لا يزال فيه عدد كثير من أئمة العلم، واستوطن البصرة كما قلت، ولد في المشام واستوطن البصرة وتردد على بغداد. أنعم الله على الحريري نعما كثيرة، فالحريري كان عالما وكان غنيا، وكلما جمع الإنسان بين العلم والغنى. كان الحريري ناثرا وكان شاعرا، وكلما جمع الإنسان بين الشعر والنثر، إما أن يكون شاعرا ويكون متخلفا في النثر، وإما أن يكون مبدعا في النثر ويكون متخلفا في الشعر، كلما جمع الإنسان بين الإبداع في الشعر والإجادة في النثر. كان الحريري غنيا، لأنه في المشار كان يملك 18,000 نخلة يستغلها ويتردد عليها، وكان في المشام وفي البصرة صاحب الخبر، صاحب الخبر، وصاحب الخبر في ذلك الوقت هو الذي ينقل أخبار الناس والدولة والجيش والإدارة إلى الخليفة، فكان قريبا من بلاط الخلفاء، كان ثريا وجيها، كان عالما، كان نحويا، كان لغويا، كان فقيها،
ويدل على نحوه الملحى وشرهها، وكان لغويا يدل على أنه لغوي كتابه المسمى درة الغواص، وكان أديبا والمقامات تشهد بذلك. كان أيضا فقيها، المترجمون له قالوا بأنه حذك الفقه، ويظهر ملكته الفقهية مازجا هذه الملكة بعلوم اللغة من خلال ألغاز يأتي بها في المقامات. في المقامة الثانية والثلاثين يأتيك بالألغاز الفقهية. ما تقول في من توضأ ثم لمس ظهر النعل؟ قال انتقض وضوءه بفعله. ما تقول في من توضأ ثم لمس ظهر النعل؟ قال انتقض وضوءه بفعله. النعل تطلق على الحذاء، ولمس الحذاء لا ينقض الوضوء. إذا المتبادر من اللفظ ليس مقصودا، المقصود بهذا اللفظ الزوجة. ما تقول في من لمس في من توضأ ثم لمس ظهر النعل؟ زي انتقض وضوءه بفعل. قال أيجوز أن يمسح المتوضئ أنثييه؟ الأنثيان المتبادر من هذا اللفظ الخصيتان، ومسهما مسهوهما ليس مندوبا، والمقصود بالأنثيين الأذنان. أيمسح المتوضئ أنثييه يعني أذنيه؟ قال قد ندب إليه ولم يوجب عليه. قال أيجب الغسل على من أمنى؟ المتبادر من هذا اللفظ من خرج منه المني، هذا يجب عليه الغسل، أليس كذلك؟ ماذا يقول؟ أيجب الغسل على من أمنى؟ قال لا، ولو ثنى ولو فعل ذلك مرة ثانية. والمقصود بقوله أمنى يعني نزل منى، نزل في منى. قال أيجوز للرجل أن يسجد في العذرة؟ أيجوز للرجل أن يسجد في العذرة؟ المتبادر من العذرة الغائط، ولكن ماذا يقول؟ أيسجد الرجل، أيجوز للرجل أن يسجد في العذرة؟ قال نعم، ويجانب القذرة. العذرة فناء الدار، فناء الدار يعني ساحة الدار. إذن المتبادر الغائط، وهذا ليس مقصودا. وعندما كنا ندرس المقامات أنا استخرج من هذا أيجوز أن يسجد الرجل في الغائط؟ لا، نعم وليجانب الغائط، نعم وليجانب الغائط، لأن الأول فناء الدار والثاني المعنى المشهور. قال أيجوز للدارس حمل المصاحف؟ أيجوز للدارس حمل المصاحف؟ الدارس الحائض، تقول درست المرأة يعني حاضت. قال لا، ولا حملها في الملاهف. قال فإن ضحكت المرأة في صومها؟ قال بطل صوم يومها، ضحكت المرأة حاضت. قال أيجوز السجود على رأس الكلب؟ قال نعم، وليجانب قال نعم كسائر الحظ. رأس الكلب ثنية يعني طريف الجبل، أيجوز السجود عليه؟ نعم، وليس الحيوان المشهور.
أيحل ميتة الكافر؟ قال حل للمقيم والمسافر. الكافر البحر، ميتة الكافر السمح الطافي على البحر. رأيت كيف مزج اللغة بالفقه؟ وكان كذلك النحوية، ويمزج النحو أيضا باللغة فيأتينا بالألغاز. مثلا يقول في المقامة 24: أي عامل؟ ماذا يقول؟ أي عامل؟ أي عامل يتصل آخره بأوله ويعمل معكوسه مثل عملي؟ أي عامل يتصل آخره بأوله ويعمل معكوسه مثل عملي؟ ما المقصود بذلك؟ يا، انظر إلى يا وهو حرف من حروف النداء، يتصل آخره بأوله، الألف متصلة بالياء، ويعمل معكوسه مثل عملي. تقول يا عبد الله، ما أقصد يا أي، تقول أي عبد الله وهو من حروف النداء. أي عامل يتصل آخره بأوله ويعمل معكوسه مثل عملي. وأي عامل نائبه أرحم منه وكرا وأعظم مقرا وأكثر لله تعالى ذكرا. ما المقصود بذلك؟ باء القسم. تقول بالله باء القسم أصل حروف القسم، نائبه أرحم منه وكرا بيتا. ما نائبه؟ واو القسم. واو القسم ليس أصلا، هو فرع لباء القسم، ويدلك على أن باء القسم أصل أن هذه الباء تعمل ظاهرة تعمل في ماذا؟ في الاسم الظاهر وفي المضمر. تقول بالله لأذاكرن دروسي. تقول اللهم بك لأنصرن المظلوم. بك بك، إذن الباء دخلت على الظاهر وعلى المضمر. وكذلك الفعل الذي يتعلق به يجوز أن يظهر ويجوز أن يهذف. تقول أقسمت بالله، تقول بالله، ولكن في واو القسم يجب أن يكون فعل القسم محذوفا. إذن أي عامل نائبه أرحم منه وكرا؟ أين النائب؟ الواو. الواو نابت عن الباء في القسم، عندما تقول والله الواو نائبة عن الباء، ونابت عن الباء لأنها تجامع الباء في اللفظ وفي المعنى، لأن كل منهما من حروف شفا، ولأن كل منهما يفيد الضم، لأن الواو لمطلق الجمع، والباء للإلصاق، والإلصاق والجمع يرجعان إلى ماذا؟ إلى الضم. فأنيبت الواو منابة الباء، ولكن واو القسم أرحم وكرا بيتا، أرحم بيتا. كيف؟ لأن الواو لا تستخدم في القسم فقط، تستخدم أيضا في العفو، ولكن عندما وجدت الباء فهي من حروف الجر، أما الواو فتكون عاطفة وتكون من حروف القسم، من حروف الجر، وتكون كذلك وتكون أيضا للمعية. إذن هي أرحم وكرا وأعظم مكرا، لأن الإنسان الكذوب يستخدم الواو في مكره وفي كيده. وأخسر لله تعالى ذكرى، لأنك إذا أردت أن تقسم فإنك تقسم بالله. إذن الحرف الذي يستخدم كثيرا هو الواو. أي عامل نائبه أرحم منه وكرا وأعظم مكرا وأخسر لله تعالى ذكرى. وفي أي موطن تلبس الذكران براقع النسوان؟
وتبرز ربات الحجال بأعمام الرجال وفي أي موطن تلبس الذكران براقي النسوان وتبرز ربات الحجال بأعمام الرجال. الذكران للذكر، النسوان للمرأة. ما المقصود بذلك؟ المقصود بذلك أول مراتب العلم من 3 إلى 10. أنت تلحق التاء في بالمذكر وتجرد المؤنث من التاء، تقول رأيت 3 رجال بتاء، وتقول رأيت 3 نسوة بدون التاء. وفي أي موطن تلبس الذكران براقي النسوان، البرقم. الرجال يظهرون في ماذا؟ في ملابس النسوان. وتبرز ربات الحجال، الحجال الخلخال، كناية عن النساء، بعمائم الرجال، العمامة. هذا مفهوم؟ ومتى يجب حفظ المراتب على المضروب والضارب؟ ومتى أو أين يجب حفظ المراتب على المضروب والضارب؟ هذا في ماذا؟ في الاسم المقصوع، وكذلك في المضاف إلى ياء المتكلم حيث لا يظهر الإعراب، إنما تقول ضرب موسى عيسى، يجب هنا أن يكون الأول فاعلا وأن يكون الثاني مفعولا به. ضرب موسى عيسى، إذا موسى هو الفاعل، لا يقال بأنك بأن الأول مفعول به مقدم، لا، يجب هنا أن يكون الأول فاعلا. وأين يجب حفظ المراتب على المضروب والضارب؟ هذا مفهوم؟ وأي اسم، وأي اسم، وأي اسم لا يعرف إلا باستضافة كلمتين أو الاقتصار منه على حرفين، وفي وضعه الأول التزام وفي الثاني إلزام. وأي اسم لا يعرف إلا باستضافة كلمتين مهما، تقول مهما تفعل أفعل، لا يعرف إلا باستضافة كلمتين، لابد أن تأتي بفعل الشرط وبجواب الشرط أو الاقتصار منه على حرفين. إن لم تقل مهما قل مه، مه بمعنى أخفف، إن كف يعني أترك هذا، هذا اسم فعل الأمر وفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. إذا اقتصرنا هنا أو الاقتصار منه على حرفين، إذا إما نأتي بكلمتين وإما نقتصر على حرفين، يعني إما أن تقول مهما تفعل أفعل، إذا تأتي بفعل الشرط وبجواب الشرط، وإما أن تختصر على الميم والهاء فتقول مه. وأي اسم لا يعرف إلا باستضافة كلمتين أو الاقتصار منه على حرفين وفي وضعه الأول التزام، يعني أنت تلتزم بأن تأتي بفعل الشرط وبجواب الشرط، وفي الثاني إلزام، يعني إنما تقول مه أنت تلزم المخاطر الكف أن يترك شيء. ثم يقول وأي وصف إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون وقوم بالدون وخرج من الزبون وتعرض للهون. وأي وصف إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون، أنا تقول ضيف، هذا يجب علينا أن نجله، ليس منا من لم يكرم ضيفا، إذا إنما تقول ضيف هذا مكرم، وإنما تقول ضيفان ضيفان أنت زدت نونا. أي وصف إذا أردف بالنون، إذا أتيت بالنون في آخره نقص صاحبه في العيون. الضيفا هو الذي يتبع الضيف ليتطفل لمائدته، هذا ليس اسم
توكيل وإنما لتحقير، أي وصف إذا أردف بالنون نقص صاحبه في العيون وقوم بالدون وخرج من الزبون وتعرض للهون. إذا رأيت كيف مزج النحو باللغة، فخرج بالألغاز، وهذه الألغاز نقلها عنه أيضا السيوطي في الأشباه والنظائر النحوية عندما يأتي بالألغاز النحوية، وسنجد بأن هذه الألغاز هي أفضل وأكمل الألغاز النحوية عموما، أنها لهم ألغاز، ولكن الألغاز الهريرية هي أجملها أرصدها أشبها رصانة. كان الحريري فقيها وكان نحويا وكان لغويا، له كتاب يسمى درة الغواص في أوهام الخواص. إن الكتاب في العصر العباسي كانوا يستخدمون ألفاظا في غير موضعها، الحريري ألف كتابا يبين لهم أخطاءهم وأغلاطهم. إذا لا يمكن الإنسان أن يتصدى لمثل هذا إلا أن يكون ضريعا في اللغة، وهذا الكتاب كأدب الكاتب لابن قتيبة في نفس الموضوع في بيان أخطاء الكتاب. كان الحريري ملما بعلوم كثيرة، ملما بعلوم كثيرة، وأنت إذا قرأت المقامات تدرك ذلك، يأتيك بفنون شتى وبعلوم مختلفة، تجده شاعرا وتجده أيضا ناثرا. هذه المقامات هي التي عرفها الكثيرون. إذا كلا الحريري فإن الذهن ينصرف إلى المقامات، وإذا كلا المقامات مع كثرة المقامات فإن الذهن ينصرف إلى الحريري. وهذه المقامات يجب على الطالب أن يحفظها أو أن يدمن قراءتها. الحريري عندما ألف المقامات بدأ الناس يشدون الرحال إليه في البصرة وفي بغداد، يأخذون عنه المقامات، وجاء العلماء من الأندلس إلى البصرة ليأخذوا عن الحريري المقامات. هذه المقامات كانت معجزة، عندما وقعت نسخة منها في يد جار الله الزمخشري ماذا قال؟ أقسم بالله وآياته ومشعر الحج وميقاته، إن الحريري حري بأن نكتب بالتبر مقاماته، معجزة تعجز كل الورى ولو سروا في ضوء مشكاته. هذا هو جار الله صاحب أساس البلاغ، ولكن مع ذلك سجد في مهراب بيان الحرير. يجب على الطالب أن يحفظ هذه المقامات. وكان شيوخنا يقولون بأن الذي يقرأ المقامات لا يحتاج إلى معرفة مفردات القرآن، أنت إذا قرأت المقامات ستعرف معاني جميع مفردات القرآن، ولا تحتاج إلى أستاذ في كثير من الكتب، لأنك ستجد أنك مررت بهذه المفردات في المقامات. وإذا أورد عليك أن تكتب في موضوع من الموضوعات سهل عليك أن تكتب فيه، لأنك ستجد كنزا وافرا من الألفاظ يستخدمها الحريري. وقد جاءت المقامات
في 50 مقامة وأنشأته على ما أعانيه من قريحة جامدة وفتنة خامدة وروية ناضبة وهموم ناصبة، 50 مقامة تحتوي على جد القول وهزلي ورقيق اللفظ وجزلي وغرر البيان ودرري وملح الأدب ونوادري، إلى ما وشحتها به من الآيات ومحاسن الكنايات ورصعته فيها من الأمثال العربية واللطائف العدبية والأحاج النحوية والفتاوي اللغوية والرسائل المبتكرة والخطب المحبرة والمواعظ المبكية والأضاحك الملهية. هذه هي الموضوعات التي جاءت في المقامات، 50 مقامة. يأتيك برسالة كل تجد الحرف، الرسالة هذه تجد حرفا منقوطا، الحرف الذي يليه غير منقوط، الحرف الذي يأتي بعد ذلك منقوط وحكم. يعني مثلا يقول لك سباك، السين غير منقوطة، الباء سبوك مثلا، سبوك السين غير منقوطة، الباء منقوطة، الواو والقاف. يأتيك برسالة على هذا المنوال، ويأتيك برسالة تقرأها من البداية إلى النهاية، وتقرأها أيضا من النهاية إلى البداية، ما استقامة المعنى؟ أرضها سماؤها، صبحها مساؤها، صلت إلى قبلتين إلى جهتين، صنع باللغة كل ما يريد. ولذلك لا يحترف الناس في أنه كان أديبا وصاحب البلاغتين، يعني كان ناثرا وكان شاعرا، وقلما كان الإنسان وقلما جمع الإنسان بين هذين، الجاهز شيخ حملة القلم في العصر العباسي الأول كان ناثرا كبيرا كاتبا، إنما يكتب وإنما ينثر يأتي بالفلق، يأتي بالعجب الوجان، ولكن إنما يشعر يكتب الشعر تجد شعرا ضعيفا ركيكا يتبرأ منه الجاهز. هذا مفهوم؟ هذا كان كاتبا. وتجد من الشعراء من لا يستطيعون أن يكتبوا النثر نثرا جميلا، تجد نثرهم ضعيفا جدا، ولكن في الشعر ترى إنسانا آخر. أما أن يجمع الإنسان بين النثر وبين الشعر فهذا لا يتأتى إلا للأفذاذ، من هؤلاء ابن دريد، ومنهم بديع الزمان الحمذاني، ومنهم الحريري. اقرأ في المقامات تجد شعرا وتجد أيضا نثرا، والشعر لا يقل فصاحة وبلاغة عن النثر، في كل منهما تجد الشيء يتسنى ذروة الفصاحة، ذروة الفصاحة. الحريري كان عالما كبيرا، وهذا يظهر من خلال إتقانه للفقه ولعلم الفرائض، ومن خلال إتقانه أيضا لعلوم اللغة، وكان كذلك أديبا، لأنك قد تجد من الشعراء جهلاء أحصاهم كذلك ليسوا علماء حتى إن لماذا قلما نجد الإنسان جامعا بين النثر وبين الشعر؟ لأن النثر لغة العقل، لغة العقل. الكتب السماوية نزلت نثرا، حتى القوانين الموضوعة كلها بالنثر. أما الشعر فاللغة العاطفة. الفقيه وراء عقله، والفقيه كذلك بين المصطلحات العلمية، بين المصطلحات العلمية يتقلب فيها كثيرا. فإذا ما أراد أن يكتب الشعر ستجد بأنه يصعب عليه أن ينفصل، أن ينجر وراء عاطفته، لأنه يظل منضبطا ومسوقا بماذا؟ بعقله.
لا يترك للعاطفة سيطرة عليه. إذن فيأتي شعره فاترا ركيكا، يقول هذا شعر الفقهاء. إذا قيل بأن شعرك شعر الفقهاء هذا ليس مدحا لشعرك، هذا قذف فيه. أما الشاعر هذا ليس عالما، ليس منضبطا، يقول ما يريد، يقول ما يريد، وهذا ما يحبه الناس، يعني أكثر الناس ميالون للشر، فهو يتغزل ويقول ما يريد هنالك، وهو يمدح إذا حظي بنشب من الممدوح، وينقلب عليه هاجيا إذا بخل عليه. أما العالم فلا ينجر وراء هواه، يقول منضبطا. ولذلك استجب أن العالم قلما برز في الشعر، وكل ما يقال يؤذى إلى الفقهاء من الشعر انظر إليه ستجده ضعيفا، إما تجد بيتين أو ثلاثة أبيات في حكمة أو في نصيحة، والناس لا يحبون هذه الأشياء، أليس كذلك؟ قل مع عمرو القيس هنالك رأيت الفقيه المالكي يقول نعم. وهكذا الحريري على شيء على قريب من كثير مما يمكن أن يقال في الحريري، ولكن يجب أن نعرف المؤلف لنعرف قيمة الكتاب، لأننا أخذنا على أنفسنا ألا ندرس إلا كتب الكبار، ومن تربى في أحضان كتب الكبار صار كبيرا، ومن ربي في أحضان كتب الصغار ظل صغيرا. ولذلك الكتب التي سنشرحها هي الكتب التي كانت مقررة في مراكز العلم في البصرة وفي بغداد، في القاهرة، في قرطبة، في مراكز العلم قديما قبل أن نصل إلى عصر الواضحات، إلى عصر النحو الواضح، أو إلى عصر النحو في 5 أيام، أو الصرف الميسر، أو النحو الميسر، وهكذا. لأن صفحة من صفحات كتب هؤلاء تعدل 50 مجلدا من مجلدات هذه الكتب، لأنك تقرأ كلاما مكررا ترى حشوا، ثم ستجد بأن البركة أيضا منزوعة، وأكثر هذه الكتب ألفت بجوار البيت الحرام، منهم من كان يطوف بكتابي. والزجاجي أنا قصصت عليكم قصته في الجمل، كان إذا كتب بابا طاف بالبيت سبعا ويسأل الله ويستمطر رحمته أن ينفع بهذا الكتاب كل من قرأ أو حفظ أو سعى في شيء منه. ولذلك عندما تحفظ كتابا من كتبهم أنت بنفسك تشعر بأن هناك تحولا تطورا غريبا في نفسك من بركاته. وابن عاج الروم ألف كتابه تجاه البيت الحرام، هو من فاس، ولكنه لم يؤلف الكتاب بفاس، وإنما انتظر حجه، فإنما حج البيت الحرام بجوار البيت تجاه البيت ألف هذا الكتاب. وابن هشام ألف المغني بجوار البيت الحرام، والزمخشري ألف الكشاف بجوار البيت الحرام، وهو جار الله عليه رحمة الله. هي كتب تجمع العلم والبركة، ونحن نؤمن بالبركة. إذن هذا هو الحريري باختصار مخل. ننتقل من المملح
إلى من؟ إلى أي شيء؟ إلى الملحق. الملحق في اللغة الشيء المستحسن. تقول مالها الشيء إذا حصل منظره، إذا بهج، إذا كان حسنا جذابا يقال ملحة. الجمع المله. إذا أتى الإنسان بالملحة يقال أملها. تقول أملها زيد، يعني جاء بالملحة. الكتاب الذي بين أيدينا يسمى ملحة الإعراب، والمقصود بالإعراب النحو، وأصل تركيب ملحة علم الإعراب، فحذف المضاف. وعلم النحو يسمى علم الإعراب. الزمخشري سمى كتابه المفصل في صنعة الإعراب. المقصود بالإعراب النحو. ملحة الإعراب ملحة علم النحو. إذن ما هي الملحة؟ الشيء المستحسن، الشيء الذي يستلذه الإنسان يبتهج به. وهذا الكتاب ألفه الحريري بطلب الصديق، بطلب تلميذ له، بطلب تلميذ له يسمى أبا الفتح هبة الله. هو الذي التقى بالحريري في سنة 450 من الهجرة، في سنة 450 من الهجرة، وطلب من الحريري أن ينظم منظومة في علم النحو يحفظها الطلاب المبتدئون. كان في مجلسه، وهذا يسمى أبا الفتح حبة الله، يطلب من الحريري أن ينظم منظومة في علم النحو يحفظها الطلاب المبتدئون. فإذا بالحريري يرتجل أبياتا، لم ينتظر أن ينفض المجلس، لا، بدأ ينظم أبيات في علم النحو، انتهت إلى هذه الملحة. ولذلك كان بعضهم يسميها بنت مجلس أو بنت ليلى. الحريري بدأ وشرع في ماذا؟ في النظم هذه الأبيات، ولكن لم يتم الملحة، وإنما بعد ذلك أكملها أتمها، ولكن بدأ في الارتجال بعد طلب مباشرة في سنة 450 من الهجرة، يعني قبل وفاة الحريري بكم سنة، لأن الحريري توفي سنة 1650 من الهجرة، يعني قبل وفاته بكم؟ بسنتي عشرة سنة. وكان قد ختم، وهي السنة التي ختم فيها المقامات، لأنه بدأ تأليف المقامات سنة 95 و400 من الهجرة، وأكملها سنة 450 من الهجرة، يعني أفنى في تأليف المقامات 9 سنوات. إذن أبو الفتح هبة الله يطلب من الحريري أن ينظم منظومة مختصرة موجزة للطلاب، فبدأ الحريري في ارتجال هذه الأبيات تسمى ملحة الإعراب. إذن هذا الكتاب خطاب لمن؟ خطاب للمبتدئين. إذن الاسم جاء أيضا مليحا،
يعني يستلذه الطالب المبتدئ. ملحة الإعراب يعني مستمله مستحسن علم النحو، يعني يريد أن يقول بأنه صب في هذه المنظومة ما سهل وما لان وما قرب من فهم الطالب المبتدئ. لن تجد تعقيدا ولا غموضا ولا معاضلة في هذه المنظومة. أنت إنما تستمع إلى الحريري، إنما تستمع إلى الحريري في هذه المنحة كأنك تستمع إلى كلام نصري. إنما يقول لك: أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحول، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آل. فاحفظ كلامي واستمع. حتى الإنسان يحتاج إلى أستاذ ليفهم معاني الأبيات، لا، بخلاف المتون المتأخرة لابد من شيوخ، لابد من شروح، ولابد للشروح من حواشي، ولابد للحواشي من تقريرات، وهكذا. أما في الحريري كان عجيبا، كان بارعا في النظم. فجاءت المنحة جميلة سلسة عذبة، يعني جاءت عفوا، لا تجد تعقيدا أبدا. هذا مفهوم. إذا الكتاب يسمى ملحة الإعراب. المقصود بالإعراب النحو، وعلم النحو يسمى علم الإعراب. والنحو عبارة عن مبحثين: عن مبحث المعربات وعن مبحث المبنيات. ولكن مبحث المعربات أشرف المبحثين، أشرف المبحثين. لماذا؟ لأن الكلام لو كان كله مبنيا لما كنا في حاجة إلى النحو. ولكن لماذا نضطر إلى علم النحو؟ لوجود مرفوع ومنصوب ومخفوض ومجزوم. لا يتمكن الإنسان من ضبط أواخر الكلم إلا بالرجوع إلى الكتب المؤلفة في تقييد القواعد التي تلم وتجمع الشتات هذه الجزئيات. إذا من هنا كنا في حاجة إلى علم النحو. إذا النحو يسمى علم الإعراب لأن الإعراب أشرف مباحثه. هذه الملحة جاءت في النيف والسبعين وثلاثمائة بيت في بعض النسخ، وجاءت في النيف والثمانين وثلاثمائة بيت في بعض النسخ. هناك أبيات موجودة في بعض النسخ، وهناك أبيات غير موجودة في بعضها. فمثلا عندما يقول الحريري: والأمر مبني على السكون، مثال احذر صفقة المغبون. بعد ذلك في كثير من النسخ: وإنت له ألف واللام فاغسل وقل ياكم الغلام. ولكن في بعض النسخ واحذف حروف العلة المشهورة أن أتت من فعلها مذكورة من أول أو وسط أو آخر، إذا غدوت آمنا لآخر تقول كل وقت وماري أمر وأعمل لرب العالمين شكرا. إذا هناك أبيات ثلاثة موجودة بعد النسخ خلق منها بعضها، وبعضهم يرى بأن هذه الأبيات لا نحتاج إليها. لماذا؟ لأن الحريرية إنما يقول: وإن أمرت من ساعة ومن غدا فاسكت الحرف الأخير أبدا. فهذا البيت يغنينا عن الأبيات السابقة. وكذلك قوله: والعمر من خاف خاف العقاب ومن أجاد أجد الجواب. هذا صحيح، ولكن لا يغنينا عن قوله: وإن وجدت حمز واحذف حروف العلة المشهورة أن أتت من فعلها مذكورة. نعم، هذا في هذا المعنى، بأنك تحذف حروف العلة المشهورة هي الألف والواو الألف والواو والياء. احذف هذه الحروف المشهورة أن أتت من فعلها مذكورة. عندما وجدت حرف من هذه الأحرف في فعل الأمر احذف هذا الحرف. هذا كلام مجمل. ثم يأتي: من أول أو وسط أو آخر.
إذن الأبيات التي أتت تغنين عن قوله من وسط أو آخر، ولكن قوله أول هذا ليس موجودا في الأبيات التالية، لأنه يقصد بذلك إذا قلت وعد تقول يعد عيد، إذن أنت حذفت الحرف الأول، الواو محذوف، وعد يعد عيد، الواو محذوف. تقول قال يقول كل، الألف في الوسط، تقول جرى يجري اجري، الياء في الأخير. إذن احذف حرف العلة أينما وجدت حرف العلة، سواء كان في الأول أو في الوسط أو في الأخير. الأبيات هذه تغنينا عن قوله وسط وعن قوله آخر، ولكن لا تغنينا عن قوله أول. ثم الحريري قدم هذه المنحة للطلاب المبتدئين، فله أن يكرر، فله أن يكرر حتى يثبت المسألة في ذهن الطالب. هذه المنحة جاء في نيف والسبعين وثلاثمائة بيت، وفي بعض النسخ في نيف وثمانين وثلاثمائة بيت. بدأها بقوله أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول الشديد الحول، وبعده فأفضل السلام على النبي السيد الأنام وآله الأطهار خير آلي، فاحفظ كلامي واستمع مقالي يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقصد. هذه هي المقدمة. ثم يأتي بالخاتمة، وقد تقضت منحة الإعراب مودعة بدايا الآداب، وفي نسخة بدايا الإعراب، فانظر إليها نظر المستحسن وحسن الظن بها وأحسن، وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا، والحمد لله على ما عولى فنعم ما عولى ونعم المولى، ثم الحمد ثم الصلاة بعد حمد الصمد على النبي المصطفى محمد وآله الأئمة الأطهار القائمين في دجى الأصحار، ثم أصحابه وعترته وتابع مقاله وسنته، كما في بعض النسخ. إذن ختم كيف المنحة بهذه الأبيات، وما بين هذه مسائل نحوية، قواعد إعرابية. ينبغي أن نعرف كيف نظم الحريري المسائل الأبواب، لأن ترتيب العلم مهم جدا، والنحو كما نجده الآن مرتبا في كتبنا لم يكن مرتبا كذلك إلا عند إمام النحاة سيبوي، ولذلك يقال عن ابن السراج صاحب كتاب الأصول، يقال بأن النحو كان مجنونا حتى عقله ابن السراج. النحو كان مجنونا. ما معنى أنه كان مجنونا؟ لم يكن مرتبا. سيبوي يتحدث في هذه المسألة الفلانية، ثم بعد ذلك يأتيك بمسألة أخرى، ثم بعد ذلك بعد الصفحات أو بعد أبواب يرجع إلى المسألة التي تركها هنالك، يرجع إليها مرة أخرى. فإنه لم يأتي في الكتاب مرتبا مرتبا، إذا أنه كان مجنونا حتى عقله ابن السراج بأصوله. له كتاب يسمى الأصول في علم النحو، هذا من الشيوخ الكبار، من الشيوخ الكبار ابن السراج. إذن بعد ذلك بدأ النحاة يرتبون المسائل، يلحقون الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. الحريري كيف رتب المسائل؟ أولا ينبغي أن تعلم بأن هذا الكتاب المسمى منحة الإعراب كله وقع جوابا عن هذا السؤال الذي قال يا سائلي عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. هذا هو السؤال، سؤال في ثلاث نقاط. ما هو السؤال؟ ما حد الكلام وما نوعه وما أقسامه، ما حد الكلام وما أنواعه وما أقسامه.
المرهة كلها جواب عن هذا السؤال، جواب عن هذا السؤال. إذا سيجيب عن قوله حدا، ما حد الكلام؟ سيجيب عن قوله عن نوعه، وسيجيب وإلى كم ينقسم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم. ينقسم هذا في ضمير المستتر تقديره هو، هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى النوع، يعني وإلى كم ينقسم النوع، ليس إلى الكلام، إلى الحد. فيجيب عن السؤال الأول أو عن النقطة الأولى في السؤال، حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو ساعة زيد وعمر متبع. إذن يجيب ثم يأتيك بمثال. هذا الجواب عن ماذا؟ عن النقطة الأولى في السؤال. وبدأ بالكلام لأن الكلام هو الذي يتم به التفاهم والتخاطب بين الناس، ولذلك سنجد كثيرا من النهاة بدأوا بماذا؟ بالكلام. ابن مالك بدأ بالكلام، ابن معطي بدأ بالكلام، الحريري بدأ بالكلام، وهو السابق على ابن مالك وعلى ابن معطي. هذا مفهوم؟ إذا يجيب عن ماذا؟ عن النقطة الأولى في السؤال. النقطة الثانية حدا ونوعا، نوعا يجيب عن ذلك، ونوعه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. إذا أجاب عن ماذا؟ عن الثاني، عن قوله نوعا. إذا اسم وفعل وحرف، ثم يعرف الاسم، هو لا يزال في ماذا؟ في الجواب الأول، في الجواب عن ماذا؟ عن النقطة الثانية، يريد أن يتم الجواب أو أن يأتي بالكماليات. أجاب عن السؤال، ونوه الذي عليه يبنى اسم وفعل ثم حرف معنى. من الممكن كان يمكنه أن يكتفي بهذا، ولكن يزيد على ذلك فيعرف كلا من الاسم والفعل والحرف بالعلامة لا بالحد، تسهيلا على طالب المبتدئ. فيعرف الاسم، فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، ويعرف الفعل، يأتيك بأعلام أيضا للفعل، والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين، ويأتي على الحرف، والحرف ما ليست له علامة، فقس على قولي تكن علامة. إذن الآن انتهى من النقطة الثانية. أين النقطة الثالثة؟ وإلى كم ينقسم؟ إلى آخر الكتاب جواب عن النقطة الثالثة، وإلى كم ينقسم؟ يعني إلى كم ينقسم كل نوع، يعني الاسم إلى كم ينقسم، الفعل إلى كم ينقسم، الحرف إلى كم ينقسم. إذا سيقسم الاسم إلى ماذا؟ بداية إلى ماذا؟ إلى قسمين. والاسم ضربان، فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة. ثم يأتي إلى الفعل، سيقسم الفعل، وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك الصد الإشكالي، فحيا الثلاث ما لهن رابع، ماض وفعل الأمر والمضارع. إذا قسم الفعل، سنقول هل قسم الحرف؟ قسم الحرف ولكن بالإشارة، ولو في الحرف ماذا قال؟ والحرف ما ليست له علامة، فقس على قوله تكن علامة، مثاله حتى ولا وثم وهل وبل ولو ولم ولما. فهو قسم الحرف إلى ماذا؟ إلى حرف خاص، وإلى حرف مشترك، وإلى حرف عام، وإلى حرف مهمل. إلى حرف خاص بالاسم هو ماذا؟ حتى من حروف الجر، هذا خاص بالاسم ولا يعمل إلا الجر. وإلى حرف مشترك مثل ماذا؟ هل، يدخل على الفعل ويدخل على الاسم. إذن هذا مفهوم؟ إلى حرف عامل وإلى حرف مهمل، عامل كلم، مهمل كهل. إذا قسم الحرف ولكن بالإشارة، بالتنويه. إذا قسم الاسم وقسم الفعل،
وإنما قسم الفعل إلى ماض وإلى مضارع إلى ماض وإلى أمر وإلى مضارع. افهموا جيدا مثلا. إذا ركزت معي لك أن تبقى في بيتك بعد هذا الدرس، لأن الكتاب معك، أنا قدمت لك خلاصة الكتاب، وهذا الذي أقدمه لك الآن من قد تقرأ شروحا كثيرة دون أن تصل إليها. أنا أقدم لك كيف يقول تجربة مررت بها، فهمت؟ هذا من الممارسة. هذا لا يقتنص من الكتب، قد يقتنص بعضه من الكتب. قسم الحرف الاسم، قلنا بأنه أجاب عن النقطة الثانية. ما هي النقطة الثانية؟ نوعا، حدا ونوعا. وإلى كم ينقسم؟ حدا انتهى، حد الكلام. نوعا ونوعه الذي عليه يبنى. ثم ما جاء بعد ذلك هنا توضيحا لما سبق، لأنه ذكر علامة لكل نوع، فعرف كل نوع بلا علامة. ثم أتى إلى ماذا؟ إلى النقطة الثالثة، وإلى كم ينقسم. فقسم الاسم إلى قسمين، نكرة ومعرفة. ثم جاء إلى الفعل، وقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، إلى ماض وأمر ومضارع. وإنما قسم الفعل ذكر حكم كل قسم. وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك صدى الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع، ماض وفعل أمر والمضارع. فكل ما يصدر فيه أمسي فإنه ماض بغير لبسي. إذن هو ذكر علامة أخرى، لماذا؟ للماضي، لأنه من قبله قال هنالك والفعل ما يدخل قد والسين عليه مثل بان أو يبين أو لاحقته تاء من يحدث كقوله في ليس لست أنفسه. ذكر علامة للماضي هنالك، أليس كذلك؟ وذكر علامة أخرى للماضي هنا. فكل ما يصل فيه أمسي فإنه ماض بغير لفظي. إذا ما حكم الماضي يا مولانا؟ وحكمه فتح الأخير منه كقوله سال وبان عنه. إذا الماضي أبدا مبني على الفتح، أينما وجدت الماضي. ضرب مبني على الفتح، كتبت مبني على الفتح، ضربوا مبني على الفتح. كل طالب المبتدئ ضرب مبني على الفتح، نعم هذا ظاهر. كتبت مبني على الفتح كيف؟ نعم هناك فتحة مقدرة، منع من ظهورها السكون العارض، كراهية توالي أربع متحركات فيما هو ككلمة واحدة، فيما هو ككلمة واحدة. ضربوا فتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال باء بضمة المناسبة. ثم جاء إلى الأمر، ونلاحظ بأنه في تقسيم الاسم بدأ بالنكرة ثم المعرفة، أليس كذلك؟ والاسم ضربان، فضرب النكرة والآخر معرفة المشتقة، لأن الأصل في الاسم أن يكون نكرة، على أصل في شيء يكون مجهولا ثم يعرف، هذا هو الأصل. إذا قدم النكرة لأنها الأصل، ولكن هنا قدم الماضي ثم أتى بالأمر، وكان عليه أن يأتي بالمضارع كما هو منتشر في كثير من الكتب. ولكن هناك النقطة، ما هي النقطة؟ أنه نظر إلى الماضي وإلى الأمر فوجد بأنهما يخلوان كثيرا من الزيادة، يخلوان كثيرا من الزيادة، ووجد بأن المضارع دائما فيه زيادة، فقدم ما يخلو من الزيادة على ما لا يخلو من الزيادة. أنت إنما تقول ضرب، الضاد أصل والراء أصل والباء أصل، إنما تقول كل أو كم، القاف أصل والميم أصل، قلنا كثيرا، لأنك إذا قلت اضرب إذا هناك همزة زائدة، ولكن إذا قلت استخرج هناك الهمزة والسين والتاء زائدة، ولذلك قلنا يخلوان كثيرا، ولكن الأمر المضارع دائما فيه زيادة، لن تجد مضارعا إلا هو مبدوء بالهمزة أو بالنون أو بالتاء أو بالياء،
وهي زوائي. وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء كان ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. إذن دائما تجد فيه زيادة. إذن قدم الماضي. لأن إذا نظرنا إلى الماضي لأنه كان بصورة تقديم أحدهما إما الماضي وإما الأمر، أليس كذلك؟ وخلو الماضي من الزيادة أكثر. خلو الماضي من الزيادة أكثر من خلو الأمر من الزيادة. لأنك تقول ضرب تقول اضرب، إذا هناك زيادة هنا. تقول قال كل، لا زيادة في قال ولا زيادة في كل. إذا الماضي قدم لأجل هذا. هذا واضح؟ إذا أتى بالأمر والأمر مبني على السكون. مثال احذف صفقة المضمون. إذا نجد هنا بأنه يقول والأمر مبني على السكون. سيقال لماذا لم يقل والأمر مبني على ما يجزم به مضارعه؟ هذا كلام فيه غموض لا يقدم للطالب المبتدئ. قد تجد كثيرا من الكبار لا يفهمون هذه الجملة أصلا، فما بالها بطالب المبتدئ. في العمر تقول مضارعه ما يجزم به مضارعه، فيلتبس على الطالب المبتدئ فيأتيك بعبارة واضحة. إذا ذكر الأمر، ذكر حكم الأمر مباشرة، والأمر مبني على السكون. مثال احذف صفقة المضمون. احذف كان غنيا يحب المال، احذف صفقة المضمون. وكيف يقال؟ ثم جاء ببعض الأمور الصرفية، لأن الحريري لا إنما يقال النحو، المقصود بالنحو هو النحو بالمعنى العام في كتب المتقدمين، كان شاملا للصرف وللنحو وللعراب الذي نقصده اليوم. يعني عند علماء عند المتقدمين ذكر علم النحو، فالمقصود به علم يعرف به أحكام الكلمة العربية إفرادا وتركيبا. إفرادا هذا في الصرف، وتركيبا هذا في النحو. فالكتب النحوية كانت جامعة للمبحثين، لمبحث التصريف ولمبحث الإعراب. ولكن وجدنا كثيرا من المتأخرين يفصلون النحو عن الصرف. وجدنا ابن الحاجب يؤلف كتابا في الصرف يسمى الشافية، وآخر في النحو يسمى الكافية، ففصل بينهم. ولكن جار الله الزمخشري في المفصل جمع بينهم، ابن مالك في التسهيل جمع بينهم، ابن مالك في الألفية جمع بينهما، وشيخ المشايخ سيبوي جمع بينهما. إذا المتقدمون كانوا يجمعون بين العلمين، المتأخرون اختلفوا، منهم من كان يجمع بينهما ومنهم من كان يفصل بينهما. ابن مالك من المتأخرين فصل بينهما، ابن الحاجب من المتأخرين، ابن مالك من المتأخرين جمع بينهما، ابن الحاجب من المتأخرين فصل بينهما. هذا مفهوم؟ هذا الذي نصنعه الآن اصنعه في كل علم تدرسه. إنما تدرس الفقه اسأل لماذا قدم باب المياه، لماذا قدم باب طهارة أو كتاب طهارة، لماذا قدم النواقض الوضوء على ماذا، على كيف يقول على على, على فرائض الوضوء. لا بد من أن تسأل نفسك عن كل ذلك، لماذا قدم هذا الباب على هذا الباب. كل علم تدرسه لا بد من أن تعرف هذا، لأن علماء الإسلام لم يكونوا عابثين، المسائل كانت مرتبة في أذهانهم. إذن الشيخ بدأ بعد الأمر في الأمر قدم لنا شيئا من الصرف، والأمر من خاف خاف العقابة، ومن أجاد أجل الجواب، هذا في الصرف، لأن هذا لا يتعلق بآخر الكلمة، تقول خاف، ما أصله؟ خاف، فيلتقي ساكنان، إذا نحذف الألف، حذف الألف هذا يدرس في علم الصرف. إذا تحدث الشيخ عن ذلك لأنه يمزج بين العلمين. ثم جاء إلى الأمر، إلى المضارع، فذكر لنا
علامة أخرى للمضارع، مع أنه ذكر علامة، لأنه كان قد ذكر لنا علامة للمضارع من قبل. السين، أليس كذلك؟ والفعل ما يدخل قبل والسين، هذا من السين من علامات المضارع. وقد علامة مشتركة بين الماضي والمضارع، ولكن تبرع بعلامة أخرى. وما هي؟ وإن وجدت همزة أو تاء أو نون جمع مخبر أو ياء قد ألحقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي. إذا قدم لنا علامة أخرى للمضارع، وذكر لنا حكم بأنه هو الوحيد الذي يعرب. إذا معنى ذلك أن الماضي والأمر مبنيان، أما المضارع فهو الوحيد الذي أعرب. ثم يذكر لنا شيئا من الصرف، هذا يتعلق بماذا؟ بأول المضارع، بحرف المضارع. ما حكمه؟ أي يكون مفتوحا أو يكون مضموما، متى يضم ومتى يفتح؟ وصمتها الحاوي لها نعيت، فاسم وعي القول كما وعيت، وضمها من أصلها الرباعي، مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فحي منه طفتة، ولا تبل أخف وزنا أم رجع. إذا معنى ذلك أنه إذا كان على أربعة أحرف فإذا حرف المضارعة يكون مضموما، وإذا كان ثلاثيا أو خماسيا أو سداسيا، يعني لم يكن رباعيا، فإنه يكون مفتوحا. وهذا يتعلق بعلم الصرف. إذا بعد المضارع يتحدث عن ماذا؟ عن الإعراب، لأن اللفظ عندما يتمركز في الجملة إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. ثم وهنا يذكر لنا قيمة الإعراب، وإن تريد أن تعرف الإعراب لتقتفي في نطقك الصواب، فإنه بالرفع ثم الجر والنصب والجزم جميعا يجري. إذا ذكر لنا أنواع الإعراب، هذه الأنواع ما هي؟ الرفع والنصب والجر والجزم. ثم ذكر لنا مواضع هذه الأربع، يعني أين نجد الرفع وأين نجد النصب، والرفع والنصب بلا ممانع قد دخل في الاسم والمضارع. إذا معنى ذلك أن الرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والمضارع، والجر يستأثر بالأسماء، والجزم في الفعل بلا امتناع. إذن الاسم يستبد بالجر، والفعل ينفرد بالجزم. ثم ذكر لنا العلامات الأصلية لهذه الأنواع، والرفع ضم آخر الحروف، والنصب بالفتح بلا وقوف، والجر بالكسرة للتبيين، والجزم في السالم بالتسكين. إذا ذكر لنا العلامات الأصلية، الضمة والفتحة والكسرة والسكون. يعني إذا كان اللفظ مرفوعا فالأصل أن يدل على رفعها بضمة، وأن يدل على نصبها بالفتحة، وأن يدل على جرها بالكسرة، وعلى جزمها بالسكون. إذا ذكر لنا العلامات الأصلية، تفهمون هذا؟ إذا سنجد الشيخ بعد ذلك سيبدأ في الحديث عن الاسم، سيترك الفعل أولا. هذه المباحث التي ستأتي كلها في الاسم، ونون الاسم الفريدة، ونون الاسم تثبت الهمزة هنا حتى لا ينكسر الوضع، ونون الاسم الفريد المنصرف إذا اندرجت قائلا ولم تقف، وقف على المنصوب منه. تجد هنا بأنه يتحدث عن ماذا؟ عن التنوين، لأنه تحدث عن ماذا؟ عن الإعراب، والإعراب يكون في آخر الكلمة، ليس كذلك؟ ضرب زيد، تجد الرف، ولكن بعد الإعراب سنجد نونا زائدة، هذه النون تسمى تنوينا. إذا تحدث عن هذه النون،
متى تثبت ومتى تلغى ومتى تزول. التنوين متى يوجد والنوم من الاسم الفريد المنصرف اذا اندرجت قائلا ولم تقف لكن في الوسط، اما اذا وقفت فانك تحذف. تفهمون هذا؟ اذا تقول جاء زيد اليوم، أو تقول جاء زيد وعمر، زيد وعمر تثبت التنوين في زيد، جاء زيد وعمر. إذا اندرجت قائلا ولم تقف، ولكن إذا وقفت جاء زيد لا يقول جاء زيد، لا تحذف النون هذه وستجد أن الإعراب يختفي. إذا من هنا حصل أن يأتي الشيء بهذا الباب بعد باب الإعراب، لأنه جاء يتحدث هنا عن حرف زائد بعد الإعراب، وعن حرف أيضا يدور مع الإعراب وجودا وعدما. تفهمون هذا؟ ثم بعد ذلك يتحدث عن ماذا؟ عن العلامات الفرعية، عن العلامات الفرعية. ما هي العلامات الفرعية؟ الواو والألف وحصو حرف العلة وحصو النون، علامات فرعية يعني أبواب النيابة. كم هي؟ هي سبعة. الأسماء ستة، المثنى جمع المذكر سالم، جمع المؤنث سالم، الأفعال الخمسة، الفعل المعتل الآخر، الاسم الممنوع من الصرف. هذه السبعة خرجت فسقت عن نظائرها، تسمى أبواب النيابة، يعني نفصل إلى حرفا ينوب عن حركة، أو حركة تنوب عن حركة، أو حصفا ينوب عن سكون، نجد شيئا ينوب عن شيء. ولكن إذا قلت جاء زيد هل ناب شيء عن شيء؟ لا. ولكن إذا قلت جاء أبوك الواو هذه نابت عن الضمة. إذا قلت لم يضرب السكون هنا ناب عن شيء؟ لا. إذا قلت لم يجري الحصر ناب عن السكون. إذا سيتحدث عن أبواب الزيادة، عن أبواب النيابة. كم هي؟ سبعة. ولكن بما أنه سيتحدث عن الأسماء أولا، إذا سيتحدث هنا عن كم؟ لا الفعل المضارع المؤثر الآخر هذا سيخرج، الأفعال الخمسة تخرج، إذا يبقى كم؟ خمسة. سيتحدث عن خمسة. إذا بدأ في ماذا؟ في الأسماء الستة، تحدث عن الأسماء الستة. وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي. ولكن سنجد ماذا يصنع بعد ذلك عند الخروج من ذلك، بما أن هذه الأسماء وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي، ونصب فيها يا أخي بالألف وجرها بالياء أعرف وأعترف. إذن هناك الواو والألف وماذا؟ والياء. إذن سيتحدث عن حروف العلة بعد ذلك. الواو والياء والألف هن حروف الاعتلال المختلف. الواو والياء والألف، الواو والياء جميعا والألف هن حروف الاعتلال المختلف. إذن تحدث هنا عن حروف العلة. لماذا؟ لأننا سنجد حروف العلة في الأسماء الستة، أليس كذلك؟ إذن من هنا انقدح في ذهنه لاح له أن يتحدث عن الاسم المحصور وعن الاسم المنقوص، لأنه في الاسم المحصور سنجد حرف العلة في آخره، وفي الاسم المنقوص سنجد حرف العلة في آخره. تفهمون هذا؟ إذن سيتحدث هنا بعد ذلك عن الاسم المنقوص، لأنه سنجد في آخره حرف العلة. ثم الإعراب أيضا لا يكون ظاهرا، فهو قريب من الباب السابق.
ثم سيتحدث بعد ذلك عن الاسم المخصوم كالفتى. لماذا؟ لأننا سنجد حرف العلة في آخره ألف. ثم بعد ذلك يتحدث عن المثنى، لأن المثنى باب من أبواب النيابة، أليس كذلك؟ إذا بمعناه تحدث عن الأسماء الستة كان عليه أن يتحدث عن المثنى مباشرة. ولكن لماذا أقحم البابين المخصوم والمنقوص بين الأسماء الستة وبين المثنى؟ لأنه عندما تحدث عن الأسماء الستة وهي تعرب بالألف والواو بالألف والواو والياء، انقدح في ذهنه بابا المخصور والمنقوص. فهمتم هذا؟ حتى لا يقال بأن الكتاب ليس مرتبا، مرتب. مرتب. علمه من علم، جاهله من جاهل. تفهمون هذا؟ إذا سيتحدث الآن عن المثنى، وبعد المثنى يتحدث عن جمع المذكر السالم. المثنى من أبواب النيابة، والإثنان قبل الجمع، إذا يقدم المثنى على الجمع. ثم بعد جمع المذكر السالم يتحدث عن ماذا؟ عن جمع المؤنث السالم. عن جمع المؤنث السالم. لأنك إذا تحدثت عن جمع المذكر السالم سينقل في ذهنك جمع المؤنث السالم. وبعد ذلك يتحدث عن جمع التحسين، لأن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم ليه في كل ذلك السلامة، إن عند المفرد سلم من التغيير. إذا نسأل أنفسنا ما خطب جمع المذكر، ما خطب جمع التحسين، فيحدثنا عن جمع التحسين. هذا واضح؟ رأيتم الترتيب؟ ما الذي بقي من أبواب النيابة؟ الممنوع من الصرف، أليس كذلك؟ الممنوع من الصرف هذا سيؤخره، ولكن سنذكر لكم السبب في ذلك. لأنه إنما بدأ هذا ماذا قال؟ ونون الاسم، ونون الاسم الفريد المنصرف. إذا هو بصورة الاسم والذي يكون مفردا ويكون منصرفا، إذا سيتحدث عن ذلك. وفي أخريات هذه الأبواب سيتحدث عن ماذا؟ عن الممنوع من الصرف. هذا سيأتي. رأيتم الترتيب من البداية إلى حيث نحن الآن؟ هذا واضح؟ ثم بعد ذلك عندما تحدث عن جمع التكسير لم يذكر لنا أبنية جمع التكسير، لأننا قلنا بأنه يجمع بين النحو والصرف، وكان عليه أن يأتي بأوزان جمع التكسير. هناك جمع القلة وهناك جمع الكثرة، ولجمع القلة أوزان ولجمع الكثرة أوزان، ولكن لم يحدثنا في الملحق عن شيء من ذلك. ويذكر لنا السبب في ماذا؟ في الشرح. يقول بأن الشيخ أبو القاسم النحوي وهو القصباني، الغريب أن بعض المحققين ترجم لأبو القاسم الفضل القصباني ترجم له في الدراسة، وإنما وصل في شرح ملها قال بأنه لم يجد له ترجمة يلغم عليه أبو القاسم، وهو المقصود بالقصباني. قال بأن ألسنة العامة فسدت إلا في نوعين، في الجمع وفي التصغير. إذن من هنا وجد الحريري بأن يترك أوزان جمع التكسير، لأن الناس قلما يخطئون في ذلك. إذا قلت ما جمعوا بين أبيات بيوت، الناس قلما يخطئون في الجمع، ولكن خطأهم في غير الجمع كثير، ويبدو أن هذا كان قديما. ثم بعد جمع التحسير تحدث عن ماذا؟ يبدو في ماذا؟ في الحديث عن مقاصد علم النحو، لأن ما سبق على مسألة مقدمات علم النحو. لابد من معرفة الجمع، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير. لابد من أن تعرف كيف يقال المضارعة، المقدمات في علم النحو، ثم تأتي
المقاصد، والمقاصد هذه في أبواب ثلاثة: مجرورات، مرفوعات، منصوبات، مجزومات. هذا ما نطلبه في علم النحو، هذه هي الغاية التي نتغياها من دراسة علم النحو. نريد أن نعرف متى تكون الكلمة مجرورة، ومتى تكون مرفوعة، ومتى تكون منصوبة، ومتى منصوبة، ومتى تكون مجزومة. إذن الشيخ بمعناه في الأسماء سيتحدث عن المجرورات وعن المرفوعات وعن المنصوبات، ولكن الغريب أنه بدأ بماذا؟ بالمجرورات. وعادة علماء النحو أن يبدأوا بماذا؟ بالمرفوعات، ويذكرون السبب في ذلك، يقولون بأن المرفوعات هي أركان الإسناد، هي العمد، هي أركان الإسناد. تقول ضرب زيد، أنت لن تجد جملة إلا وفيها مرفوع، إلا وفيها اسم مرفوع، ضرب زيد عمرا. لا تستغني الجملة عن اسم مرفوع، عن فاعل أو النائب الفاعل أو المبتدأ، لا، هي أركان الإسناد أو الاسم كان. إذن الشيء النهى يقدمون المرفوعات، ثم يأتون بماذا؟ بالمنصوبات. يقولون بأن المنصوبات فضلات غالبا. ما معنى فضلات غالبا؟ ليست أركانا في الإسناد ولكن غالبا، لأنك إذا قلت إن زيد القائم، زيد هنا منصوب وهو عمدة وليس فضلة، ولكن في الغالب أن المنصوبات فضلات، يعني المفعول المطلق فضلة، المفعول به فضلة، المفعول له فضلة، المفعول فيه فضلة، المفعول معه فضلة، المفعول دونه وهو الاستثناء فضلة، الحال فضلة، التمييز فضلة، وهكذا. أنت تقول ضرب زيد عمرا، لك أن تحذف عمرا، تقول ضرب زيد، هذا ما يسمى بالفضل، ما يستغنى عنه غالبا، ما يصيح الاستغناء عنه غالبا. ثم يأتون بالمجرورات ويقولون بأن المجرورات تابعة في العمدية والفضلية لغيرها. يعني إذا قلت ضرب غلام زيد، زيد هذا مجرور أليس كذلك؟ مضاف إليه، هو عمدة. لماذا؟ لأن غلام عمدة. إذا كان المضاف عمدة كان المضاف إليه عمدة، ضرب غلام زيد. وإذا قلت ضرب غلام، ضرب عمرو غلام زيد، إذا زيد فضلة. لماذا؟ لأن المضاف فضل، فهو تابع لغيره في العمدية والفضلية. فإن كان عمدة